بجاجة. عاود. عبد الكريم بجاجة مدير الوثائق بولاية قسنطينة. بالنسبة لي القضية بدأت يوم السبت 22 نوفمبر 1986 على الساعة 7:30 مساء. كنت في مطار قسنطينة عين الباي متوجه إلى الجزائر العاصمة للمشاركة في يوم دراسي حول شخصية الأمير خالد، وأيضا للمشاركة في مهمة خاصة بالمركز الوطني للأرشيف اللي كان في طريق تشييد. ففي المطار كنت متوجه المكتب في المطار قسنطينة عين الباي، كنت متوجه المكتب التسجيل حتى جا واحد السيد ما نعرفوش، قال لي تا هو بجاج عبد الكريم؟ قلت له نعم. قال لي الشرطة وتبعني. تبعته في الدقيقة هذيك، أنا خممت الوالي قلت بالك آخر دقيقة الوالي كش محتاج ولا حاجة. وسيد قال لي الشرطة، قلت بالك راح يديني مكتب الشرطة تاع المطار. حتى لقى فيه مخرجني من المطار، وهم مخرجني من المطار وزادوا داروا بيا في 4 ولا 5 بكل سيفيل، والوزن تاعهم ما يعجبش. مالا كي خرجنا من المطار تقلقت، ومن بعد زدت تقلقت اكثر كي زادوا مديني الباركينغ مع في الليل، وفي الناس هادو ما سيفيل يقول لك شرطه وتبعنا الباركينغ. قلت محبس، قلت لهم ما نتبعكمش وين رايحين هذا. قال لك ما تحاولش تفهم، تبعنا وخلاص. قلت لهم ما نتبعكمش. صارت غوغا هكذا، قلت لهم زيد بزايد ثم الشرطه. انا بالنسبه لي الشرطه اللي راهو لابس اليونيفورم ها، والشرطه كانوا زوج بوليسيه واقفين. قلت لهم روحوا للشرطه هذوك، كش ما كان هذو اللي قدامهم، وروحوا لمكتب الشرطه تاع المطار لكن كش ما كاين حاجه. ما لقاو لنا احنا هما الشرطه تبعنا. نجبت روحي ورحت للشرطه هذوك اللي كانوا اليونيفورم، قلت لهم جماعه هذو راهم مديني الباركينغ ما نعرفهم من دريهم. يقولوا الشرطه، قالوا تبعنا وانا ما عينيش نتبعهم، انتم هما الشرطه بالنسبه لي الشرطه الرسميه لازم تدخلوا تشوفوا واش اللي كاين. ينطقوا هما قالوا هي احنا هما الشرطه الرسميه وشوفوا واش اللي كاين. ولاو ساعات كنطقوا هما قالوا شرطه عسكريه، وجبدوا واحد الورقه انا ما نعتهمنيش، نعتهم الشرطه الاخرين. ولاو الاخرين قالوا ساعات كابوهم شرطه عسكريه وروح تبعهم. صح تبعتهم حتى الباركينغ. في الباركينغ ذاك دخلوني فين فورغونات سيفيل، فتشوا لي شي اللي كاين في جيبي كامل فرغوه، حجوا لي بعد المحفظه اللي كنت هازها والحوايج اللي كنت مديهم معايا للسفر في الجزائر العاصمه. ومن بعد سالت من تم قالوا لي وين جهه تسكن؟ قلت لهم نسكن في فيلالي. قالوا لي روحوا الفيلالي. رحنا للفيلالي، وصلنا قدام الدار قلت مش تحقوا علاش جايين للدار؟ قالوا لي لازم نديروا تفتيش في الدار عندك. قلت لهم نديروا تفتيش في الدار عندي كيفاش؟ علاه واش كاين؟ قالوا لي متحوس تفهم بعد نقول لك. دوك لازم دوك خير، يا اما دوك نربطوك بلي مونوت ونحطوك الكورت في في في, في, في لانيك تاعك وندخلوا هكذا قدام الدار تاعك، ولا ندخلوا بطريقه افضل. قلت لهم بالعقل ما كان له الكورت وما كان له لي مونوت زايد، انا جي ريان امرو بروشي جي بير دو ريان، ندخلوا بطريقه قانونيه وشو دوك كاش ما كان. قال دوك انا ندير ان سيناريو، قال هادو جماعه جاو من الولايه يخدموا في الولايه حابين يشوفوا برك واش عندي حوايج في الدار وخلاص، باش المراه ما تخلعش باسكو عندي مراه تخلع بزاف ما يديرش العبد واش قادر. قلت لهم المراه تخلع؟ قالوا لي كون تخلع نحكموها. قلت له هذه مش تحكم انت المراه تخلع، زيد تخلع هذا افونتاج كاش ما يصرا سي با اون افير. قلت له بالعقل برك اون فايسي دو تروفي اون فورميل بور كو سا سباس de la manière la plus calme possible. Alors qu'on était dans l'illégalité la plus totale. Nous sommes rentrés dans le dar. قلت للمرأة بون هادو ما جاو برك معايا من الولاية. هي ما على بالهاش، قالت لهم مساء الخير تفضلوا، جيب واحد دير لهم قهوة واش راه لنا. دخلنا رحنا للصالون. دخلنا للصالون تم قالوا لي الكتابات تاعك ولي زافير تاعك ما قدامكم. عندي المكتبة لي زارشيف بيرسونيل تاعي، عندي انا ارشيفيست سي لا بروفيسيون تاعي المهنة تاعي. وشخصيا بعد مهتم من بكري بالوثائق، اقدم وثائق بديت نلم فيها هي ملي كنت في عمري 12 سنه، كنت اول دخلت لليسي في السيزيام. من تم وانا قاعد نلم اي كارت يهم الحياه نتاعي كنت محافظ عليه حتى لدرك، يعني 30 سنه من حياتي موجود في كوثائق موجود في هذيك المكتبه هذه. وكاين كتب، كاين كتب يعني من كل نوع، كاين خاصه كتب على تاريخ الجزائر على حسب تاني مهتم بزاف بتاريخ الجزائر. فباقيني في تشو في تشو في تشو هزوا بزاف حوايج. ومن بعد ساعتها جينا ماشيين مع البايش، وانا جاها ماشيين جينا خارجين قالك في الفورغونات وغطاو لي راسي بالفيستا، وباقيين يدوروا حتى وصلنا مش عارفوا انا جهه.
ومن بعد دخلوني ديما في فيستافو غراسي حتى وصلت قدام غريفي تاعهم دار لانفونتير واش اللي عندي في جيبت وكلش، بصح المحفظه ما زلت شفتها خلاص من هذاك النهار حتى لدرك. ومن بعد تكدوني لا سيلول، داروني لا سيلول قال لي الاخر هذاك الدار الصف اللي كان هو مكلف يعني بالقضيه هذيك، كان يعني ظريف على كل حال. بون قال لي هاو الفراش هاو كذا هاو ثاني بيجاما، شفت انا تبسمت يعني باقي يشوف يقول لك على هذا يتبسم. قلت له يعني في الحقيقه نقول لك حاجه، قلت له انا الليله هذه كنت بايت في لوتيل سفير، كانت عندي بيت يعني مخصصه في لوتيل سفير حسب هابت في مهمه حتى نصبعت في بيت يعني في لوتيل واحد اخر. واش راح لنا قال لي المكتوب جابوا لي ساعتك ان كيستيونير التب كي شفت الكيستيونير على لافيلياسيون. بون سي با ان بروبليم مي لي في يعني قلنا واش اللي درت من ابتداء من يوم 3 نوفمبر، باه فهمت بلي هذا يعني حكموني يظنوا بلي كاش ما عندي علاقه مع احداث قسنطينه، حسب يحوسوا واش درت انا من 3 نوفمبر 86 حتى اليوم. انا جا حكموني في عيل الباي هي درت لهم، ولكن لسوء الحظ بالنسبه لهم هما من 4 نوفمبر حتى 12 نوفمبر 86 كنت في الجزائر العاصمه في مهمة، على حسب من بداية سنة 86 كنت نتنقل بزاف للجزائر العاصمة، وهذا طلبا من المديرية في الجزائر العاصمة في إطار أشغال تحضير تاع افتتاح مركز الأرشيف الوطني اللي راهو حاليا في طريق الإنجاز في بير مندرايس. ففي من 4-12 نوفمبر وقاعد يقول لك لازم بالتفصيل. بون بالتفصيل أنايا كنت عندي اجتماعات بكل في الجزائر العاصمة مع كبار المسؤولين في وزارة الثقافة والسياحة، من بينهم الكاتب العام تاع الوزارة، من بينهم تاني مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية، من بينهم مسؤولين في الوزارة، مسؤولين في وزارة الداخلية، من بينهم 40 ممثل على الولايات بالنسبة للقطاع تاع الوثائق، من بينهم 23 ممثل على الوزارات. يعني دخلت لهم في التفصيل، كنت في الجزائر، الشيء اللي صار في قسنطينه انا سمعت به كما الناس، في الشيء اللي هضرته التلفازه ولو كيسمع. سبيسيال موا الوغ كو سيتي بروفي كو جيتي الجي ديورون لا بيريود. الوغ تم خرجوا لي ساعتك بالسؤال اللي يعني فهمني كيفاش حتى وصلوا ليا. هو في الحقيقه قالوا لي فوالا السيدة فلانة، مش قاش نذكروا الاسم تاعها، كان هضرت معاك قالت لك نعطيك واحد الوثائق، ما الوثائق هذوما؟ باه ساعتك فهمت علاش، هذه السيدة فلانة هذه اللي يهضروا عليها هي كانت هي ثاني رايحة للجزائر العاصمة باش تشارك في نفس الملتقى، ومعروضة رسميا من طرف مديرية المركز الوطني للدراسات التاريخية، وباش تشارك بمحاضرة في إطار هذا الملتقى، وطلبوا مني من الوزارة باش نتصل بها هي وآني صخرة من جامعة قسنطينة باش يشاركوا. وبعثت لهم ورق تاع طياره باش يهبطوا للجزائر العاصمه، وقالوا لي عيط لها حتى المنزل تاعها، لازم يعني تثبت المشاركه تاعها. وكي عيط لها المنزل تاعها قالت لي هي خبرتني بلي زوجها كانوا حكموه في اطار الابحاث هذه حول الشيء اللي صار في قسنطينه، وقالت لي ما نجوش نروح للجزائر العاصمه على حساب في الظروف هذه، بصح الوثائق اللي كنت نعتمد عليهم باش راح ندير المحاضره تاعي ربما نسلمهم لك تديهم معك للجزائر بالك يفيدوا الملتقى. قلت لها انا ما يشقاش مش راح ما كاينش قادره باش انت ديري محاضره، خلي الوثائق هذو فرصه اخرى ديري بهم مقال او محاضره في اطار اخر وخلاص. قلت لهم فهمتهم، قلت لهم هاي القضيه كيفاه السيده هذه، صح هضرت معها في التليفون بين قوسين سي ان اكت ايليغال سي ان كو تيليفونيك سي انتيردي نورمالمون بار لا لوا سي انتيردي بار لا كونستيتيسيون، ما عليناش با غراف مي لا لا فيريتي لا. قال اخويا قال تسمعت سي با ليغال معليش هاك لا لا تعرف في القانون ما عليناش، مي لو فون دو بروبليم لا ها هي الواحد قال لك الوغ هما باقيين السؤال يدور حول هذه القضيه هذه، ما هو الوثائق اللي راح كانت تعطيه لهم هذه السيده هذه؟ هما ظنوا باللي الوثائق هذه راح تعطيهم للسيده هذه، هما راح يفهموهم واش اللي صرا في قسنطينه. وعيت ما نقول لهم راهو الوثائق اللي تهضر عليهم راهو وثائق تاريخيه تتعلق بالامير خالد اللي توفى في سنه 1936، والوثائق راهي في بدايه القرن العشرين راهم عندها في الدار وما عطاتهم ليش، خاصه الملتقى ما عندهم حتى علاقه مع قسنطينه والو ريان افير، باقيين يدوروا حول القضيه هذه، باقيين نواجههم
يعني بكل يعني وضوح. في نفس الوقت في ما بين الشيء اللي لقاو في الدار وبين قوسين ثاني من بعد ما خرجنا من الدار، في الحق هذه العائله تاعي خبروني فيما بعد بلي عاودوا رجعوا للدار، وفي غيابي عاودوا داروا تفتيش اخر وقعدوا حتى الوحده تاع الصباح وهما يفتشوا المراه وحدها مع الاولاد، وكانت ما ثاني في الدار. وهذا يعني القانون في الحق ما يسمحش باش الانسان يجي يدخل الدار عائله ويروح يفتش بدون مول الدار ما كاش محكوم. واش رحنا هزوا بزاف حوايج، يعني شي كل كما قلت لهم 30 سنه من الوثائق تاعي، يعني الحياه تاعي كامل فيهم. ما بينهم كاين ساج لو ريكوني جلي مام اكري جلو اشترو باكسي سي غراف، كانوا لقاو عندي دي بروشور دي تراكت تاع الباكس وتاع البي ار اس تاع لي زاني 70 انتر 1970 1980 1981 ان لو دو بروشور كانوا يجوني بار لا بوست كوم نيمبورت كي انسان يقرا في الجامعه دو سي جون دو بروشور. يعني سي امبوسيبل دو فير لونيفرسيتي سون افوار لوكازيون ا مومون ان اوتر دو لي سي جون دو بروشور. اللي يقولك ما قريتش يكذب. الور دونك اتليزي غاردي مليحه هذه يعني جلي زيد كاردي بار ريفلكس. انا حياتي كامله الورقه اللي طيح في يدي يعني نحكمها في الدار، قريتهم نتاع البي ار اس وتاع الباكس سون يعني سون زاريير بونسي جو بونسي با مال سي فيو سا سا رومونت ا 80 لي بلو ريسونت سي 81 اون توني كا سي البي ار اس الباكس. قالوا لي راك ميليتون دو باكس، علاش بوركو با ميليتون دو بي ار اس؟ لقيتو بي ار اس لقيتو باكس، بوركو فوزافي شوازي لو باكس؟ واش راحنا تفاصيل جو ليكسبليكي لكم هاو كيفاش كانوا جوني بار لا فوا بوستال بريميرمون. Deuxièmement, c'est vieux. Je le connais que vous les avez trouvés à la maison. Troisièmement, de toute façon, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Constantine. Constantine a du Hawat en novembre 1980, quand tu fais Jazer l'Asima, ou a du Wathek en 70, 80, 81, ou je vois l'Alaka, mais qui est l'Alaka? Ah, drôle, il a dit que les gens ont dit qu'ils 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 ont dit بصح ما كان حتى علاقه مع حوادث قاص الدائره. من بعد وصلت درجه وانا جهه فهمت حاجه وهذه خطيره بزاف. الحاجه اللي فهمتها واللي خطيره بزاف فينالمون اوني طالي جو سوي زاريف ا سيت كونكلوزيون باللي الساده هادو من بعد ما فشلوا ما لقاو والو يعني بيان صحيح، عادوا اون ايتي بلو على ريشيرش دو لا فيريتي، يافي با دو فيريتي ا ديكوفير، ايزيتي على ريشيرش دون ابارونس دو فيريتي يعني شبه حقيقه باش يتهموا بها الناس ويلصقوا فيهم حوادث قسنطينه. وهذا الشيء هذا فهمته على حسب ما حكيت من بعد مع الزملاء اللي تعرفت بهم في الطريق وفهمناه فيما بعد. يعني هذا هو بالنسبه لي يعني القضيه. يعني متاسف انا اللي 13 سنه وانا نخدم في ولايه قسنطينه و13 سنه العبد يجبد يخدم كيما كل اخر قلبو رب كيما يقولوا، والنتيجه فينالمون دو سوتروفي دون لو كود لا سيكوريتي ميليتير. واحد من الضباط كي قلت له راك تشوف يعني قلت له يعني انسان تغيدو 13 سنه وهو قاعد يخدم في الدوله يعني بوان سالير يعني مينابل ما كان حتى افونتاج ولا حاجه في لا فونكسيون بيبليك. اور كو جو سوي جي تو لي ديبلوم يعني ريكي بور بوفوار ترافاي نيمبورتو اي جي بريفيري ريستي في لادمينستراسيون. فينالمون جو مي تروف انا دون لو كود لا سيكوريتي ميليتير سانز افوار لا بوسيبيليتي دو بارلي افيك كيكونك، ني افيك ان افوكا ني افيك ما فامي ني افيك لو والي ني افيك لي ريسبونسابل. قعدت كشغل ما كاين حتى دوله في البلاد هذه غير لا سيكوريتي ميليتير. واش قال لي سيد؟ قال لي تي با سو بروفيتي دو تون بوست فوالا لا سول ريبونس. دونك يعني اون كونكلوزيون مو جاري باس سي دراماتيك يعني جو تروف يعني هذا شيء اسف اللي في البلاد في الجزائر في 86 بلاد يعني تقدمي، بلاد اللي راهي عندها تاريخ يعني مجيد، اللي ضحات يعني مليون ونص من الشهداء، اللي عندها كفاح يعني ما كانش يعني مستمر منذ قرون، ونتوصلوا اليوم في 86 يعني نعودوا نحوسوا فلعلي نحوسوا على الحقيقه، نعودوا نحوسوا على شبه حقيقه باش نغطيو اون كومبيتونس ولا حاجه. باسكو فو ادميتر اون شوز سي لي سيرفيس دو سيكوريتي سا سي لا كونكلوزيون على لاكيل سونت اريفي لا بليبار دي كوليك سي سون مونتري انكومبيتون بور تروفي يعني بور مني لو رونكيت سو لي زيفينمون دو كونستانتين. ما لقيتو والو خلاص ما لقيتو والو سي تيرميني. الوغ بوركو فو شيرشي كولي يعني لي سي زيفينمون سو لو دور ولا باش الفيدا هذا ما يعني الفو دي بوك ايميسار اون اي سي دو راماسي لو بليزيور بوسيبل دو بروند دو ديفيرسيفي جيب من عنابه وجيب
من قسنطينه صافي صادون لابارونس دان كوبلو ريجيونال، حط في نصهم ان ديريكتور دارشيف دو ولايه ان فونكسيونير اونورابل كي ان باسي ايريبروشابل اي صافي تري بيان صافي ان بو سيناريو بون جو تروف سي ريغريتابل. العبد يضحك على كل حال بون مي سي ريغريتابل هذا ما كان.